السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميلودي زيد. جيناكم اليوم مصف وصفة مطلوبة بزاف في رمضان، وهي وصفة المطلوع. تاخدوا باش تحقوا هذه الوصفة لازم لكم زوج كيسان تاع سميد يكون رقيق، زوج كيسان تاع ماء يكون دافي، مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز، ونص مغرف تاع السكر. تخلطوا كلش في الباتور وديروه في البواطة وتغلقوا عليه كما راكم تشوفوا هنايا في البواط تاعي. انايا جو سوي ديزولي هنايا ما قدرتش نصور لكم، ما على باليش فين راح الفيديو، دونك نكمل كيما هكا. هنا يوم بعد ناخذ نحطوها تخمر، دونك هذاك الميلونج نحطوه يخمر، ونزيد نعبر زوج كيسان تاع غازوز كيما راني نوريكم لهنايا تاع فارينا، باش من بعد نزيدو نخلطوهم. دوك الفارينا تاعكم كاين اللي يحب يديرها سامبل، كاين اللي يحب يدير لها شويه سانوج وشويه حبه حلاوه كيما هنايا، تمد ان بون كو وتمد سيرتو ريحه بنينه. دونك اون فوا تشوفوا هذاك الميلونج تاعنا بدا يطلع تاع السميد والماء والخميره وشويه سكر بدا يطلع، بعد نص ساعة غادي تخليوه يريح. تاخدو تزيدو له شوية فارينة بشوية بشوية، دونك كيما راكم تشوفو لهنايا أنا درتها على مرتين. تحطو الفارينة تاعكم وتبداو تخلطو حتى تدخلو كامل لافارين في هداك الميلونج. كي تدخلو هاديك لافارين في هداك الميلونج تاخدو شوية تاع زيت باش تقدرو تسلكو يديكم كيما نقولو، بيسكو هذا لازم تكون العجينة شوية خفيفة شوية جارية، دونك راح تلصقلكم في اليدين. تاخدو مقدار تاع مغرفة تاع زيت وراح يساعدكم باش يطري الخبز بزاف بزاف. هذا تاني دونك هاد الكمية اللي مديتها لكم تخدم لكم زوج خبزات تاع مطلوع يكونوا كبار يعني ملاح قيس طاجين. تاخدوهم ودوكا نقسم هذا الخليط على زوج ونبدا نفتح فيه بشويه كيما هنايا راكم تشوفوا في لا فيديو مقابلتكم. انا راح نفتحو بشويه سميد، دونك انا راح نقرصها كيما نقولوا بشويه سميد. هنايا نزيد لها شويه سميد باش نتحصل على كوريه كيما راكم تشوفوا، يجيكم يلصق بزاف ما تخافوش منه، سي با غراف يلصق دوكا ويجيكم طري معليش، ماشي حاجه غراف. دونك هنايا تشكلوا على شكل زوج خبيزات وتخليهم يرتاحوا مده 5 دقائق، ولا بلا ما يرتاحوا تقدروا تخدموهم ديريكتومون. كيما هنايا انا يعني راح نستعمل طاجين الكتريك، ما عنديش طاجين كيما راكم تشوفوا، عندي لا بلاك اندكسيون ما نقدرش نحط فيها طاجين تاعنا تاع الطين، دونك لازم ندير طاجين الكتريك. هنايا ناخذ شويه سميد ونحط الخبزه ديالي الاولى ونغطي الدوزيام، لازم تغطيوها باش ما تنشف لكمش، وتخدموا تبداو تقرصوا بشويه كما تعرفوا راكم مجربين على بالي. تبداو تقرصوا في هاد الخبزه حتى تتحصلوا على الرق نتوما اللي راكم حابين تتحصلوا عليه. كما انا هنايا رققتها بزاف، ما نحبش الخبز كي يجي خشين، دونك درتها كبيره، جات كروده كبيره ورقيقه بصح جات مليحه. هاي اللي كما راكم تشوفوا هنايا راني حضرت زوج خبزات راني قرصتهم مليح وكي تحطوهم في الطاجين كيما هنايا انا عندي طاجين الكتريك، نحطهم في الطاجين، يا نحطهم بالبابي الومنيوم بعد نقلبها، يا تحطيها ديريكتومون. تقدري تنحيها ماشي بابي الومنيوم سمحولي، تقدري تحطيها ديريكتومون بلا لو بابي كويسون كيما هنايا راكم تشوفوا. من بعد طيبوا المطلع تاعكم وتقلبوها على الجهه الاخرى، وكيما راكم تشوفوا يجيكم الطلوع طري بزاف، ما بيكون يبقى حتى غدوه من داك يبقى هكا طري. الحق انا جيت تري كونتونت وفرحتني لا غوسيت تاعو، على ديك اللي حبيت نبارطاجيها معاكم. هنايا كيما باش ديروا له لي كوتي تقدروا تخلوهم هكا كبيوره بصح ما يجوش شابين، ولا ديروهم هكا فوق الطاجين بشويه بشويه حتى تتحصلوا على مطلوع يكون محوشي مليح وطايب كيما راكم تشوفوا. انا لهنايا طيبته سوا سوا، ما ديروش عليا على هذيك البلاكه في الخبزه بيسك لا غالب الطاجين تاع تريسيتي راكم على بالكم. هنايا هذا هو الخبز بعد ما قسمته كيما راكم تشوفوا، يجي خفيف وطري لداخل، وبالصحه ولهنا وصحه فطوركم وصحه رمضانكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه. سلام.